بالنسبة لصدور الكتاب الأسود من قبل رئاسة الجمهورية، نحب نوضح أنه إحنا كنقابة وطنية من أكثر من الأطراف أو الهياكل المهنية اللي طالبت بكشف الحقيقة وكشف قائمة المتورطين مع النظام السابق، سواء من الإعلاميين أو من مختلف المجالات. وقد كنا قد طالبنا معناها في مراسلات موثقة رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية بمنحنا أو بمساعدة النقابة في الاستجابة لطلب الصحفيين في خلال مؤتمر 4-5 جوان 2011، ولكن كانت الإجابة دائما بالرفض وبالتغاضي عن مراسلات النقابة وتجاه مراسلات النقابة. ثم الآن يأتي هذا الكتاب. نحن من حيث المبدأ نثمن أي خطوة تخطوها المؤسسات الرسمية للدولة من أجل كشف منظومة الفساد، منظومة فساد النظام السابق، ولكن نتساءل هل من مشمولات الرئيس مصطفى مرزوقي أن يستفرد أرشيف على ملك الشعب التونسي خارج إطار العدالة الانتقالية؟ نعلم في إطار الفوضى والانفلات أنه مواقفنا المبدئية تقرأ على أنها دفاع عن المتورطين، نحن لم ندافع عن أي متورط تثبت إدانته أو تورطه مع النظام السابق، ولكن نريد لبلدنا أن يكون ديمقراطيا. يسمح لنفسه وتسمح له رئاسة الجمهورية بالإعلان عن هذا الكتاب وبالتحدث بكل معناها ثقة في النفس وكأنه خارج منظومة الفساد في قطاع الإعلام.